نبدأ برؤية حضرتك فيما يحدث داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، وأخيرا تعيين كابتن حسام وإبراهيم للقيادة الفنية والإدارية لمنتخب مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية ناخد الموضوع كده من أوله. لما حاجة بتتبني غلط بيصدر عنها أخطاء. طريقة التعاقد مع فيتوريا كانت طريقة خطأ، لأنه لما يكون عضو مجلس إدارة بياخد صلاحية ان هو اللي يتعاقد مش من خلال لجنة فنية، وبعدين يمضي العقد هناك في بلده، حاجة غريبة جدا. يعني اي وضع طبيعي في دولة بحجم مصر واتحاد بحجم مصر، المدرب انا بعمل اكتر من سي في وبعدين بشوف يا اما مقابلة بالفيديو يا اما اذا استقريت على اتنين ايه المانع ان انا اجيبهم واقعد كلجنة نبص على كل واحد شخصيته ايه، الى جانب طبعا انا جايب السي في بتاعه، درب منتخبات ولا ما دربش، شخصيته ايه، رؤيته ايه، هيعمل ايه، اديني البرامج اللي انت ناوي تنفذها بالنسبه لمنتخب مصر، ايه رؤيتك بالنسبه لافريقيا، كل الامور دي اسئله مشروعه انها تتعمل. انما انا عضو مجلس اداره ياخد صلاحيات مجلس اداره ويروح يوقع مع العقد بدون ما يبقى فيه شؤون قانونيه تعمل العقد. يعني انا افهم ان الشؤون القانونيه لما في عقد مدرب بالرقم الرهيب ده لابد يبقى هناك يعني رجعة، انت ما خدتش افريقيا هيبقى فيه الوضع كذا، كاس عالم هيبقى فيه الوضع كذا، مش هوصل كاس عالم، لا ده انا عايز اوصل كاس عالم وتوديني دور ال 16. احنا مش اقل من نيجيريا وغانا والناس اللي هي كانت يعني. فطبعا البداية كانت خطأ ثم تبعها اخطاء قاتله. شخصيه المدرب بتبان من اول يوم، قال مش عايز مدرب الاول، وبعدين بيقال ان عرضوا عليه محمد يوسف قال لا ده خبراته كبيره. خبراته كبيره ما لازم يقعد معاك علشان بعد انت ما تمشي يجي محمد يوسف، انما انا هجيب واحد ما دربش ولا ليه خبره تدريبيه خالص عشان يحضر يتعلم معايا، طب وبعدين بعد ما يتعلم هيمسك منتخب مصر؟ كلها خطوات مش مظبوطه. ثم التعاملات مع اللعيبه ومع الانديه، بطلع لعيبه من المعسكر علشان مباراه وديه، وبعدين اروح موقف ثلاث لعيبه علشان انت بتمرنهم بعد المباراه، ثلاث نجوم كبار بتمرنهم بعد المباراه، ايه ده؟ ده انا في لو في اشبال انا مش هعمل كده، امرنهم ثاني يوم الصبح، يا اما ما ينفعش قبل يبقى الجمهور موجود والاقي ثلاث نجوم كبار بيتمرنهم بعد وده طبعا مش حاجه كبيره يعني ان اللعيبه تتمرن بعد المباراه، ولكن لازم اراعي برضو الحته النفسيه للاعب. خدهم يا اخي في الجيم، جريهم بره في اي حته، مرنهم بره في اي حته، بس مش قدام الجمهور وثلاث نجوم كانوا كبار. الوشايه اللي حصلت انه اتقال له، طبعا هو ما كانش موجود، اتقال له ان الناس دي ادعت الاصابه ومشيت، راح الراجل راح متخانق معاهم، اتخانق مع اللعيبه، وقيس على كده بقى اخطاء يعني متتاليه. وبعدين يجيب انا راجل باخد رقم بيتقال ان انا مدرب جامد، طب انت دربت منتخبات؟ ما دربش منتخبات. طيب الحاجه الثانيه، المباريات اللي انت بتختارها، هو انا مش مفروض انا كمدرب في اتحاد كوره باجي كده اروح حاطط السنه اللي انا بتعاقد معاها، بقول انا في التمرينه ديت انا هعمل الاحمال دي، هعمل مباراة بالتدرج، هعمل مباراة هنا مع فريق كذا، فريق كذا ده لازم أنا كاتحاد أبقى متفق مع الدول اللي أنا هلاعبها قبلها بسنة. الكلام ده بنقوله بقالنا 30 سنة ما بيتعملش أو أكتر. طيب البرنامج ده مفروض إن أنا يبقى فيه لجنة فنية أو مدير فني يبقى موجود بيناقش المدرب في الأمور دي. أنا كاتحاد كورة لابد ان يبقى ليا اليد العليا وانا بتعاقد مع مدير فني، مش انا ابقى انا يعني هو اللي بيامرني وهو اللي بيشغلني. ما ينفعش الشخصيه دي تبقى بتقود منتخب مصر بالشكل ده. الحاجه الثانيه، شفنا قبل كده اخر مباراه قبل ما نروح افريقيا بنتعاقد مع مباراه مع تنزانيا، انا صعقت. الفريق التنزاني اللي جه لعبنا هنا ما بيطلعش من ال 18
قلت بس ده احنا في المجموعه بقى يعني لما نروح نشوف تنزانيا في امم افريقيا هنلاقي حاجه يعني متواضعه جدا. شفنا فريق تاني خالص في امم افريقيا. الله، امال اللي جه ده ايه؟ قبل كده زمان تعاقدوا مع فريق برضو بعض الاتحادات، قالك ده فريق رومانيا الاولمبي. اتضح ان المدرب بينزل يلعب معاهم، جايبينهم لمنهم من على كافيه كده في الامارات تيالي. لا، كان الماتش كان هنا في مصر. لحد امتى احنا كمسؤولين مش عارفين ان الجمهور ده بيفهم؟ والجمهور ده اسم مصر، ده بالنسبه له يعني ممكن ما ياكلش وممكن ما ينامش وممكن اللي في جيبه يدفعه عشان يحضر مباراه. انت حتى في اختياراتك للمباريات، اختياراتك للجهاز، انت متعاقد مع خمسه سته بيساعدوا فيتوريا، بيشتغلوا بيعملوا ايه؟ بيحللوا لك الماتشات؟ ما شفناش تحليل ماتشات. طيب الراجل اللي انت بتعتمد عليه وكان بيقوم يوجه، امال المدرب العام فين؟ المدرب العام اللي المفروض ان هو بيقف معاك. طيب بنشوف الماتشات في الدوري، اي دوري في اوروبا ودلوقتي في البلاد العربيه بيبقى فيه لابتوب، في ناس محللين بيقيسوا الحاجات دي، وبعدين تلاقي واحد ما هوش لعيب كره ولا حاجه يروح قايم واقف يجيب اللعيب ويقول له انت هتعمل 1 2 3، مش المدير الفني بيقول الكلام ده.